لا يا أخي، هذا الطريق اللي بنجي منه على طول. واقف واقف. مين الشباب؟ احنا تجار من الشام. ومين حضرتك؟ نحن اصحاب هالارض. بس هاي الارض لجبل. قصدك ارض شيخ الجبي. لحظة، ما فهمت شيء. شرف معي بعدين بتفهم. ماني متحرك من هون متر واحد لحتى اعرف مين انت وشو بدك. هلا بلا كتر تحكي، قول لرجالك صفوا الكاميونات وامشي معنا. ما حدا بيتحرك، بطلعوا الشباب. لا حدا يتحرك. جيبوهم وانت وياه، جيبوا الكاميونات. خير يا طير، شو جايب لنا من الصبح وك عيسى؟ تسكرت كل أراضي الهيبة. إمتى الحكي هذا؟ من شوي إجت أوامر بتسكير المداخل لتسليم كل المطلوبين اللي عنا. شمعنا هلا؟ لسه ما بدها زكا. مش بس هيك، أرض عمك غازي هي الوحيدة اللي بعدها مفتوحة للشغل. كيف هيك؟ البلد بيعم على الكل. إلا عمك غازي شيخ الجبل، ما تنسى أنه طالع من الحبس بحسن سيري وسلوك، ورح يتعاون مع الكل لحتى تبقى صفحته بيضة. هيدي من ميلي. ميلي تانية مزبط أموره مع جماعة الشام. غريب، يعني عمي ومنعرف عقلاته، أكيد في شي حدا بندوق ورا هالقصة عم يحركها. ما بدك كل هالتفكير، التقل زاد عليك كتير وصار لازم تتصرف. أنا قلت لك هالموضوع هذا لا تفتحه معي. بدك تسمح لي هالمرة. مشاكل الست نور بلشت تطلع، وعمك غازي صار من صف زيدان. زيدان اللي حط إيده بإيد ثروت. شو عم تعمل؟ عم بعمل الترويقة. انت؟ ايه بس اليوم، مش هيك بيعملوا بأفلام السينما؟ خليني ساعدك. اشتقت لك. ايه اقعد عائل، ما تكسفيني. خلص بقى، ولا كمان هي بدك تعمل مثل الأفلام؟